tenderness that was not elicited with repeated examination. والسؤال هنا, what's your differential diagnosis? Helpeptic ulcer, FMF, functional abdominal pain, ولا inflammatory bowel disease? كلهم ينفع. الحقيقه طبعا دكتور اشرف لسه قايل على الاف ام اف فحاطط الكرايتيريا بتاعتها فهي مش معايا. البيبتيك ألسر ديزيز لازم يبقى بجاستريك بين وتندر للسوبرا امبلايك. اوكي الانفلاماتري باول ديزيز هيبقى معاه حاجات ثانيه دايريه وبليدنج بريكتم وكل حاجه. فهي الموست كومن الحقيقه الفانكشن ابدومينال بين وهي كومنست او الفانكشن ابدومينال سيم سندرومز. الحقيقه فكرتها انها انترميتنت او ريكارنت او كونتينيوس سيمتوم that cannot be explained by any visible or detectable abnormality. مش هلاقي اي abnormality ولا في الانفستيجيشن ولا في الاكزامينيشن بتاعي. ودي one of the commonest كتير قوي بنلاقيها وكتير قوي طبعا بيجوا لنا الناس عندهم functional abdominal pain وعاملين تحليل ال H pylori بتطلع H pylori positive واخد طبعا حوالي مثلا 6 7 كورسات من العلاجات. وبالتالي طبعا دي من الروم فور كرايتيريا بتاعت الفانكشن ابدومينال بين سندرومز فيها حاجات كتيره منها الفانكشن ديسبيبسيا ومينلي نتيجه السنسيتايزنج ايفنتس ان يبقى عندي جينيتك بريديسبوزيشن واي ايفنت موجود سواء في الانفلاميشن او موتيليتي ديس اوردر ويبقى عندي هايبر سنسيتيفيتي هي اللي تعمل الكلام ده ودول كلهم الفانكشنال اللي هم تبقى بعيد عن السايت تبقى فيك بيري امبيريكال وده كانت الكيس بتاعتنا واهم حاجه في الفانكشنال ان هي does not interfere مع الديلي اكتيفيتي and does not awaken the child from sleep. طيب ال H pylori دي ال H pylori بتاعتنا بتتحرك وتجري وتجري معانا هي spiral shaped gram negative bacteria 3 micrometer long with diameter وفيها 4 ل 6 فلاجيل وعملنا الـ evidence based Egyptian practice guidelines for diagnosis and treatment of H. pylori related diseases in children لأن أنا مش بعالج infection. الانفكشن تقريبا لو عملنا 90% من العمارة بتاعتنا تقريبا هنلاقي عندهم H. pylori وبالتالي I'm not treating H. pylori infection I'm treating H. pylori related disease لو عاملة disease عالجها لو infection بس أنا مش بعالجها وده طبعا كان كل الاساتذه العظماء من الجامعات كلنا عملنا ميتنجز كتير اونلاين عشان نوصل للجايد لاينز بتاعتنا وحطينا الاتش بايلوري ريليتد ديزيز والاوبجيكتيف بتاعنا ازاي نشخص وازاي نعالج وندستريبيوس طبعا بوز جندرز والايدج جروبس من 3 ل 18 سنه لان هو جايد لاينز مكتوب ان احنا ما نعالجش الاتش بايلوري اقل من 5 سنين واللاب انفستيجيشنز اللي احنا علمناها سواء الستول انتجن او اليوريا بريست تيست واذا كنت محتاج بايوبسي او بايوبسي بيست انفستيجيشن او بايوبسي بيست انفيزيف تيست والهيلث كير بروفيشنز اللي هيشوفوا الكلام ده والاوتكم بتاعنا ان انا هعمل دايجنوزس بروبر للديزيز وبروبر تريتمنت للاتش بايلوري ريليتد ديزيز وطبعا هوزعها كلها للهيلث كير سيتنجز كلها للبرايمري والسكندري والتيرشري هيلث كير سنترز وكل اليونيفرستي والميليتري والبرايفت والهيلث كير سنترز. ودي الجايد لاينز اللي احنا استعملناها الجابانيز جايد لاينز والابديتد اسبيجن في 2016 و 2020. طيب اتش بايلوري ريليتد ديزيزز ايه هما؟ الاتش بايلوري زي ما اتفقنا مشكلتها كلها انها بكتيريا عايشه جوه الاستومك كل فكرتها كلها انها بتزود الاتش سي ال برودكشن. ولما تزود ال HCl production تبتدي ال excess acid يشيل الميوكس layer وال stomach cells are then attacked وبالتالي تعمل لي ulcer و definition بتاع peptic ulcer ان انا يبقى عندي discontinuation of the gastric او duodenal mucosa with exposure of the submucosa ان انا عندي thick layer بي protect ال stomach من ال acid وبالتالي لما يبتدي يبقى في عندي increased acid production كتير قوي 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 يبتدي يحصل ألسر ويحصل إيروجن والمسميات يا إما جاسترايتس يا جاستروبس يا بيبتيك ألسر ديزيز كلهم أسيد بيبتيك ديزيز كولكتيفلي نون لايك ذس. البيبتيك ألسر ديزيز هيعمل لنا إيه؟ لو اتساب طبعا ممكن يعمل بيرفوريشن وبليدنج وباول ستريكشر أو أوستراكشن. الكوزز بتاع البيبتيك ألسر ديزيز في الشيلدرن
البرايمري اللي هو في الديودنم بيبقى اتش بايلوري اسوشيتد والزورنجال ايرس سندروم اللي هو الهايبر سيكريتوري ستريتس. ومكتوب كده ان although اتش بايلوري is acquired in children, peptic ulcer disease is rare below 10 years. والكومنست كوز اوف بيبتيك ألسر ديزيز في الاطفال اللي اقل من 10 years هو السكندري اللي يجي جاستريك او ديودنم وكومنلي ديو تو دراجز زي النون استرويدال او الاسترويدز. وبالتالي الاتش بايلوري مظلومه معانا في القصه دي. اتس نوت ريليتد. ده عشان تعمل بيبتيك ألسر ديزيز محتاجه تقريبا 10 سنين مهما خدوا سنتين 3 4 محتاج لونج تيرم عشان توصل انها تعمل بيبتيك ألسر ديزيز في الشيلدرن اقل من 10 سنين is extremely rare. commonly peptic ulcer disease هي due to secondary causes زي ما احنا شايفين. واكثر دراجز الايبوبروفين والديكلوفيناك واكثرهم خالص على وجه الاطلاق اللي هو الكيترولاك اللي هو الكيتولاك اللي بيتاخد انجكشن في بعض الاوقات في السيريل بينز. الكلينيكال برزنتيشنز عندنا بتاع peptic ulcer disease وده اللي لازم ابقى في عارفه عشان افرق ما بينه وما بين الفانكشن ابدومينال بين زي حاله الهيبه اللي احنا شفناها. الايبيجاستريك بين لوحده مش كفايه، لازم يبقى عندي ايبيجاستريك تندرنس ولازم البين يبقى سوبرا امبلايكال وريليتد تو ميلز وايرلي ساتايتي او انوركسيا وعنده ريكارنت فوميتنج ممكن يوصل لبقى عنده جي اي بليدنج سواء هيماتيمسيس او ميلينا. يوصل اللي بقى عنده من الجي اي بليدنج يبقى عنده انيميا مايكروسيتيك انيميا يبقى عنده ويت لوس او يبقى عنده بوست فاميلي هيستوري اوف ألسر او بيبتيك ألسر ديزيز ان ذا فاميلي. وبالتالي دي كلها الكرايتيريا اللي تقول لي ان العيان ده عنده بيبتيك ألسر ديزيز من الاكزامينشن. يبقى العيان ده اللي انا افكر ممكن فعلا اعمل له تيستنج فور اتش بايلوري. والبرزنتيشن بتاعتنا كل ما هو صغير البرزنتيشن بتبقى مور سيفير، يعني بيجي لك ببليدنج او بيرفوريشن او الفوميتنج او السوبر امبيليكال بين في الانفانتس والابيجاستريك بين والتندرنس يبقى اكتر في الانفانتس في التشيلدرن والادوليسنت. والاندوسكوبيك فايندنجز يا اما تبقى نورمال زي كده ان احنا شايفين مش شايفين اي حاجه خالص نورمال ميكوزا، يا اما عندنا شويه سوبرفيشال جاسترايتس، يا اما نوصل بقى للنوديولاريتي بتاعت الاتش بايلوري ان تعمل لك انترا نوديولاريتي زي ما هو موجود عندنا هنا او انها توصل لبيبتيك ألسر سواء دي جاستريك ألسر اللي موجوده على الشمال ودي ديودنال ألسر موجوده في الفيرست بارت اوف ديودنال اللي على اليمين. والسؤال عندنا مين بقى اللي هعمل له تيستنج فور اتش بايلوري انفكشن واحد واحد. بيبتيك ألسر ديزيز يس اور نو؟ يس. فانكشنال ابدومينال بين نو. اسيمتوماتيك تشيلدرن يعني ايه اسيمتوماتيك تشيلدرن؟ اللي هو هلاقيه فين؟ بتلاقي حد جاي لك كده داخل عليك العياده خلاص وبيقول لك ايه اصل الولد الكبير كان عنده اتش بايلوري فعملت للست اخواته خلاص واحنا في عماره بيت عيله فرحت عامل للعيله كلها ودخل لك بكل التحاليل كلها. طب دول كلهم بيشتكوا من حاجه؟ لا بس اسيمتوماتيك. نخش بقى عايزك ايه تعالجهم. قلت له اشتري صيدليه اسمها تعمل ايه طبعا؟ فالاسيمتوماتيك لا. فاميلي هيستوري اوف كارسينوما الحقيقه دي موجوده في بعض الدول او في يوروب او اكتر في الجابانيز والايشنز اللي عندهم هيستوري اوف كانسر اكتر ودي كانت محطوطه في الجايد لاينز في الجابانيز اكتر. الاسبيجان شايلاها شويه ودي جايد لاينز بتاعتنا حاطه البيبتيك ألسر ديزيز سترونج ريكومنديشن وحاطه ريكومنديشن اجينست يعني سترونج ريكومنديشن اجينست او اللي بنسميها نيجاتيف ريكومنديشنز على الفانكشنال ابدومينال بين والاسيمتوماتيك تشيلدرن ان انت تعمل لهم تيست. طيب ار ديفيشنسي انيميا رجالين الحقيقه لوحدها لا لازم تبقى ان اكسبليند ريفراكتوري زي ما حضرتك قلت. حضرتك قلت كرونيك وكرونيك يعني اديت لها تريتمنت لغايه 6 ويكس اند نوت ريسبوند. وبالتالي لو ان اكسبليند ريفراكتوري ار ديفيشنسي انيميا والكرونيك اي تي بي محطوطه في الجايد لاينز واحنا عاملين بيبر عندنا في جامعه القاهره مع الاتش بايلوري مع الاي تي بي وفعلا خدوا التريتمنت والبليتس بتاعتهم رفعت وكرونيك اي تي بي يعني عنده ثرومبوسايتوبينيا اكثر من 6 شهور. الشورت ستيتشر محطوطه نو ودول الاسبيجن جايد لاينز بتاعتنا حتى الايرن ديفيشنسي سترونج ريكومنديشن انا ما عملهاش لكن الان اكسبليند ريفراكتوري يس والكرونيك اي تي بي يس والشورت ستيتشر نو.
دول اهم ريكومنديشنز عندنا. طيب ايه رايكم؟ كرونيك دايريا يس اور نو؟ كرونيك كونستيبيشن، تلاقي حد جاي لك في العياده وكونستيبيشن ومن ضمن الحاجات عامل اتش بايلوري بالمره يعني. اسيمتوماتيك انفانت، يعني انفانت عنده شويه جاستريك بين وفوميتنج. لا، لان انا ما بعالجش في الانفانتس، انا ما بعالجهاش خالص. المفروض ان هو احنا حاطين جايد لاينز من 3 ل 18 واكشلي ما بتعالجش اقل من 5. الفلترنج جروس لا، فريش بليدنج في الريكتم ملهاش اي علاقه بتاعت الاستومك، وبالتالي كل دول نو، كل دول بتسميهم سترونج نيجاتيف ريكومنديشنز، ريكومند اجينست، اللي يعملها يبقى غلطان. ايه الانفستيجيشنز اللي عندنا؟ عندنا يا اما نون انفيزيف تيست اللي هو يوريا بريس تيست، او الفيكال اتش بايلوري انتيجين اللي هو الاتش بايلوري ستول انتيجين، او السيرولوجي. دول نون انفيزيف، والانفيزيف اللي انا بعمله بالمنظار اللي هو رابيد يورييز، باخد بايوبسي واحطها على سلايد وبتطلع لي النتيجه في خلال ساعه، او ابعتها هيستوباثولوجي فتشوف الاتش بايلوري في السلايد، او ان احنا نعمل لها كلتشر، والكلتشر دي معموله بس على بيزس بتاعه الستاديز بس مش اكتر. ده فكره اليوريا بريس تيست، ان انا بديله 13 سي يوريا يبلعه في عصير برتقال يشربه الاول، بياخد ده الجهاز بتاعه بخليه ان هو يبلو في تيست تيوب الاول، وبعد كده اشربه ال 13 سي يوريا بريس تيست السبستريت على عصير برتقال يشربه، بعد نص ساعه ينفخ نفخه ثانيه يطلع فهي تكسر باليورييز اللي موجود بتاعها، تكسره يطلع في البريس بتاعنا CO2 بتاعنا متحمل ب 13 سي، وبالتالي يتقاس ويبقى موجود اكتر من 4 يبقى بوزيتيف. وده الحقيقه سنسيتيف اند سبيسيفيك، بس بيحتاج تشيلدرن كوبرتيف فوق 5 سنين، واتفقنا ان انا كده كده انا مش محتاج اعمل حاجه قبل الاطفال اللي اقل من 5 سنين. طيب ده البرنسبل، ده الجهاز اللي عندنا في الوحده. طب ال H pylori ستول انتيجين، ال H pylori ستول انتيجين مش معمول عشان تشخص H pylori، لان انا بدور على H pylori ريليتد ديزيز، لكن هو محطوط في الجايد لاينز تو كونفيرم ايراديكيشن. عيان كان عنده H pylori ريليتد ديزيز من الحاجه اللي قلناهم وعملت له واديته تريتمنت، فاشوف هو يا راح ولا ما راحتش، لكن انا اشخص بيها مش محطوط عندنا. وتيست تو تريت استراتيجي از نوت ريكومندد، سو لونج مش عاملاه له ديزيز، 90% عندهم اتش بايلوري، وبالتالي عملت التيست طلع عنده انفكشن مش هقعد اعالج فيها. ده ايفن دلوقتي الادلت كمان جاسترونترولوجيست بقوا يتكلموا على ان احنا فعلا كتير قوي ما بيشوفوش البيبتيك ألسر ديزيز من الاتش بايلوري كتير، فبداوا برضو الفانكشن ابدومينال بين بدات تبقى مور اكتر شويه عنهم. وبالتالي بس عشان اعمل التيست ده يبقى مظبوط لازم يكون بطل البروتو بامب انهبيتورز اسبوعين، وبطل الانتي بايوتكس بقاله 4 اسابيع، يعني استنى شهر بعد ما اخلص الكورس بتاع التريتمنت. وحاجه مهمه جدا ان الاسبيجان والجاسبيجان جايد لاينز ريكومند اجينست الانتي بودي بيست تيست الاي جي اي والاي جي جي، الاتش بايلوري في السيرم ملوش اي رول، ده ليه رول بس على مستوى عايز اعمل في الجفرمنت ده نسبه الاتش بايلوري في الجفرمنت دي قد ايه، فاجي اعمل لهم سيرولوجي، يبقى دول اتصابوا بإتش بايلوري، لكن لا هيقول لي ده اكتف انفكشن ولا باسيف انفكشن ولا بريفيس انفكشن ولا ده اي حاجه، هو مش عامل له ديزيز وبالتالي ما بعملهاش خالص. طب انا استخدم مين؟ الجاسبيجان قالت استخدم اثنين نون انفيزيف، يعمل الفيكال انتيجين ويعمل يوريا بريس تيست. الاسبيجان قالت ان انا استخدم واحد انفيزيف وواحد نون انفيزيف اللي هو اليوريا بريس تيست، واحنا خدنا الاسبيجان الانفيزيف، باخد واحد انفيزيف مع واحد نون انفيزيف. طب ليه خدنا كده؟ لانه بصوا دلوقتي ايه هم الاتش بايلوري ريليتد ديزيزز من الانديكيشنز اللي احنا قلناهم؟ هم 3، يا اما بيبتيك ألسر ديزيز، يا ريفراكتوري اي ديفيشنسي انيميا، يا كرونيك اي تي بي. اول اثنين انا محتاج ان انا اعمل لهم اندوسكوبي. ما هو عيان جاي بيبتيك ألسر ديزيز، هو مين مستني مين بقى اعمل له اندوسكوبي؟ ما بيبتيك ألسر، طب انا عايز اعرف دي ألسر واحده ولا جاسترايتس ولا هتبرفوريت ولا هحقنها عشان امبندنج بيرفوريشن. طب ريفراكتوري ايون ديفيشنسي انيميا، طب انا بدور على جي اي كوزز كمان مش شرط الاتش بايلوري بس، ممكن يبقى عنده باريسس، ممكن يبقى عنده ريفلوكس، ممكن يبقى عنده هايتس هيرنيا، فانا بدور عليهم، فانا محتاج ان انا اعمل له اندوسكوبي. الحاله الوحيده اللي انا اعمل فيها النون انفيزيف بس هي الكرونيك اي تي بي، لان انا مش محتاج ان انا اعمل له حاجه عشان ما عندوش جي اي سيمتومز، فده بحتاج له بايوبسي بيزد انفيزيف تيست، وده بحتاج له برضه بايوبسي بيزد ولكن ده نون انفيزيف تيست. طيب
ايه رايكم في العيان ده؟ 10 years boy عنده epigastric pain, decreased oral intake, early satiety, occasional nausea vomiting, ما عندوش weight loss, ما عندوش epigastric tenderness, وجاي لك بالتحليل H pylori positive. والسؤال H pylori positive ها تريد كده ولا تريد كده؟ تريد اور نوت؟ الحقيقه نوت تريد لان ده فانكشنال ديسبيبسيا بالكرايتيريا بتاعته البوست برانديال فولنس والايرلي ساتيشن والبيجاستريك بين والبيرنج اسوشيتد مع نوت اسوشيتد مع ديفيكيشن. الفانكشنال ديسبيبسيا الاسبيجن اين صراحه؟ There is no evidence in a child that helicobacter pylori gastritis causes dyspeptic symptoms in the absence of duodenal ulcer. فطالما الاتش بايلوري ما عملتش ديودنال ألسر يبقى الديسبيبسيا اللي عنده دي مش بسبب الاتش بايلوري دي فانكشنال ديسبيبسيا. عالج الفانكشنال ديسبيبسيا هيتحسن العيان. ايه التريتمنت بتاعنا؟ هو نفس التريتمنت اللي احنا عارفينه التريبل ثيرابي فور 14 دايز بي بي اي لمده 4 ل 8 اسابيع واموكسيسيلين وكلاريزومايسين او في السيكونشال ثيرابي اللي بيتاخد بي بي اي مع اموكسيسيلين لخمس ايام وبعدين ادي بي بي اي مع كلاريستروميسون او ميتروميدازول فور 5 دايز عشان التولرابيلتي لان ساعات كتير قوي لما بندي الكلاريستروميسون مع الاموكسيسيلين يبقى عندهم ابتومينال بين وفوميتنج ودي الدوزز بتاعتهم. طيب لو احنا ادينا معاها بروبايوتكس هتفرق؟ لقوا ان الفرق الوحيد ان هو بتمنع بس السايد افكتس بتاعت الانتي بايوتكس اللي انت بتديها عشان الدايريا. اكونفيرم الاديكيشن بعد التريتمنت بالاتش بايوري ستول انتيجين وده الالجوريزم اللي احنا حطيناه. لو عندي H. pylori suspect يا peptic ulcer disease يا refractory iron deficiency anemia يا chronic ITP الأول أعمل إيه؟ لو ما عنديش أي حاجة من دول ولا epigastric pain وtenderness ولا الريزلتس بتاعتي عنده anemia وديته treatment لمدة الست أسابيع أو عنده ITP لمدة ست شهور يبقى أنا أدور على red flags. red flags عنده massive GI bleeding سيفير انوركسيا ماركت ويت لوس الحاجات دي كلها ادور عليها وريفير للجاسترونترولوجيست. ما لقيتش الريد فلاكس يبقى غالبا ده ادور ايه هو ينطبق مع الروم فور كرايتيريا ده فانكشنال ديسبيبسيا فانكشنال ادومينال بين سندروم اريتابل باول سندروم اريتابل باول كونستيبيشن فانكشنال كونستيبيشن اشوف هو تبع مين من دول واعالجه. لو ما اتحسنش ابعته للجاسترونترولوجيست. لو هو طلع اتش بايلوري من البدايه هريفير للجاستروانتيرولوجيست دايما اتفقنا لان انا محتاج ان انا اعمل له بايوبسي بيس تيست في اول اثنين او اعمل له الستول انتيجين بس او يوريا بريس تيست في الكرونيك اي تي بي وعالج الاتش بايلوري وكونفيرم الاديكيشن بعد شهر من ما وقف العلاج بتاعنا. تو سام اب بيبتيك ألسر ديزيز از كومنلي كوست باي دراجز اند اتش بايلوري ديزيز لو اكثر من 10 سنين More than one test is needed, the invasive or non-invasive. Test to treat strategy is not recommended. Asymptomatic, ما بلومش أي حاجة. There is recommendations against testing. ما تعملش التست خالص، ما تطلبوش. في الـ functional abdominal pain syndromes، في الـ constipation، في الـ chronic diarrhea، في الـ short stature. الـ standard triple therapy هو الـ first line حتى الآن for H. pylori eradication. و confirm eradication بعد شهر من stoppage treatment بالـ H. pylori stool antigen. اللي هو الكوانتيتيف الاتش بايلوري عامله حفله جوه الاستومك بتاعتنا خليها عامله الحفله بتاعتها طالما مش عامله اي مشاكل تعيش زي ما تعيش. طبعا ثانكس تو ماي تيم في الجاسترونترولوجي يونت في كايرو يونيفرستي ام براود اند اي كانوت ورك وذاوت ذم وان شاء الله اشوفكم في المؤتمر الجاي 1/2/6/2023 مع استاذ دكتور احمد حمدي استاذ دكتور محمد عمر وثانك يو فيري ماتش فور يور تايم. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور ايمن على المحاضره القيمه لحضرتك وضحت لنا كتير على الاتش بايلوري.